بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة علم نافع لشرح الدروس الجامعية بالدارجة المغربية. كما العادة اللي ما شافش لي بارتي اللي فاتو علم نافع .blogspot.com تينا ندخل دروس بالفيديو، تختار هنا ميكانيك دي بوان وغادي يعطيك هنا تصنيفات جميعا. إلا بغات تيليشارجي شي درس ما عليك إلا تدخل لهنا، غادي تنزل تحت الفيديو غتلقى رابط الدرس هو هذا و تيليشارج الدرس ديالك. المهم ندوزو دابا للبارتي ديالنا. البارتي ديالنا هي ليفي كونتونت. ليفي كونتونت ان اكليرون ان بلوك دو غرافيت افيك ان فيسو دو رايون اكس مونوكروماتيك دون لونغور دوند لامدا et en observant le spectre des radiations diffusées sous un angle θ. Quelque chose qui est un bloc de graphite. Le graphite, on va mettre des rayons X. On va des rayons X. On a un fond de collimateur. On va mettre des rayons. 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 Des rayons qui sont المهم هذوك الغايون هاد لي غايون اكس عندهم واحد لا لونغور دوند لامدا هي كتساوي 0.71 انشترون. المهم فاش غادي يدخل هاد الغايون غادي يخرج من هنا، اش غايدير هاد الغايون؟ غادي يضرب لينا هاد الغرافيت، غادي يضرب لينا هاد الغرافيت. غنكونوا حنا دايرين واحد ديتيكتور هنايا، غادي يديتيكتي لنا هاد لي غايون ديفيزي اللي نحرفوا على المسار ديالهم. غادي نديتيكتيو هنا واحد سبيكتر ديال لا ليميير. مثلا جاي مثلا مصيفطين حنا هاد لا لونغور دوند عندها لامدا، فاش غادي ديفيزا هذاك فاش غادي ديفيزا غنقول بلاتي ما غنقولوش القضيه ديال الديفيزا لحقاش هما اصلا بالضبط ما عرفوش بلي هاد لي غايون اكس راه طالت ليهم غير واحد لا ديفيزيون. المهم هنا ديتيكتور ديتيكتا ليهم هنا بزاف ديال لي غايون. غايون عندهم واحد الاطوال الموجات مختلفين دي لونغور هنا بواحد كربطوها هنا بواحد لا لونغور دوند تيطا ولا في ولا. المهم هنا عندك واحد لا لونغور دوند عندك هنا غادي يلقاو الاشعاع، هنا غيلقاو الاشعاع اللي عنده لامدا بريم، وهاد لونغل هاي راه هي لونغل اللي بين هاد الاشعاع اللي غادي في هاد الاتجاه يعني لامدا و لامدا بريم. ملياسي كونتون ديكوفري ان 1923 لو سبيكتر انديكي على فيغير 1/6 اي فيغير 1/6 بي. المهم ملي دار لينا كونتون دار لينا هاد التجربه هيا اشنو لقى؟ القاسي لقانا هاد لو سبيكتر هو عبارة عن لانتونسيتي ديال لا ليميير ديال داك لا ليميير ديفيزي مع لا لونغور دوند اللي لقاها في داك لو ديتيكتور. هنايا فلونغل لونغل دو ديفيزيون زيرو، هنا لقى دي غايون اللي هما ما منحرفينش وعندهم واحد لا لونغور دوند نفس لا لونغور دوند هادي ديال لي غايون اكس اللي ضربنا بها، هي هادي راتم هي هادي، يعني ما ديفيزاش هذاك الغايون. جا عاوتاني في نفس داك الديتيكتور لقى واحد الغايون جديد، لقى داك الغايون القديم اللي هو لامدا، ولقى غايون جديد اللي واحد عنده واحد لا لونغور دوند لامدا بريم. ملي جا السي دار لا لونغور دو المهم دار لا لونغ هنا هاد دالتا لامدا راه هي لامدا بريم ناقص لامدا، هي لا ديفيرونس ديال هذاك الغايون اللي ظهر لهم جديد مع الغايون القديم. و لونغل دو ديفيزيون لقاها هي 45 درجة. هنا كذلك جا سي، هذا هو الغايون ديال لامدا، هنا كاينة لامدا ديال هذا هو الغايون ديال لي غايون اكس اللي رسلنا اللي ضربنا بها هذاك الجسم ديال الغرافيت. هنا لامدا اخرى جديده، لامدا بريم جديده عندها واحد لا لونغور دوند اخرى. القاسي بلا لونغل دو ديفيزيون هي 90. جا السي هنايا نفس التجربه عاوتاني في داك لو سبيكتر، هنا
واحد لا لونغور دوند اللي هي جديده ها هي ها بالضبط 75 بيكو متر حتى هي لا ديفيرونس هنا بين هاد لامدا بريم ناقص لامدا لقاها ولقى ديك لونغل دو ديفيزيون هي 135. دابا المشكل اشنا هو المشكل اشنا هو ها المشكل هو هذا اللي غنتريتيو. Selon la théorie classique, les électrons soumis au champ électrique oscillant de l'onde incidente se mettent à vibrer en synchronisme avec ce champ. Galaxy, donc les électrons qui ont fait le graphite, mais qui ont fait le champ électrique, mais qui ont fait le champ électrique, qui ont vibré, ou les électrons qui ont vibré, ou fréquence les rayons X. Par suite, de cette vibration forcée, il rayonne à leur tour de la lumière de même fréquence. Galaxy, mais les rayons X, les électrons, les rayons X, les électrons vibrent à la même fréquence, ou radibatoun des rayons net à la même fréquence. La théorie classique, L'origine de la raye non déplacée est donc claire. داك لو رايون اللي ما اللي ما ديفيزاش يعني ما نحافش على المسار ديالو واضح باين لينا هذيك كتعني عطينا دوك لي زيليكترون عطيناهم واحد ضربناهم بدي رايون اللي عندهم واحد لا لونغور دوند لامدا وعطانا هذاك لي زيليكترون فيبرا وعطانا دي رايون نيت اللي عندهم لامدا هذه واضحه مي لوريجين دو لا راي ديبلاسي ريست اوبسكور ولكن هادوك لي لامدا بريم اللي ظهروا لينا ما عرفوش منين جاوا هادوك لي ما عرفوش منين جاوا هما ضربوهم بدي غايون اكس عندهم لامدا ما عرفوش علاش بالضبط ظهروا ليهم دي غايون اخرين عندهم لامدا بريم يقدروا مثلا هما كون ضربوا بشي لون مثلا ضربوا بواحد اللون مثلا ما مثلا ماشي الغايون اكس ضربوا مثلا بواحد اللون احمر فاش غادي يجيو داك لو سبيكتر غادي يلقاو اللون الاحمر راه كاين ولكن غيلقاو الوان اخرين يلقاو الزراق الصفار البرتقالي غيلقاو هاد الالوان هاد الالوان الاخرين اللي من غير هاد الاحمر هادو هما اللي طرحوا عليهم السؤال قالوا علاش منين جاونا هادوك الالوان علاش La théorie des photons d'Einstein ont fourni une interprétation particulièrement simple ainsi que Quanton l'a lui-même montré. Suivant cette théorie, la diffusion est considérée comme résultant des chocs de chaque photon avec un électron libre des graphites. Jesse Einstein انطلاقاً ملي اكتشف لين أينشتاين بلي دوك لي رايون راه عندهم واحد لاسبي كوربسكولار عندهم واحد الطبيعة مادية قال لك السي بلا كيوقع لينا غير واحد التصادم بين هذوك الفوتونات اللي الفوتونات ديال الغيون كيوقع بين واحد التصادم بيناته وبين لي زيليكترون هذا هو التفسير اللي عطى اينشتاين au cours de la collision l'électron est projeté dans une certaine direction faisant un angle phi avec la direction des photons incidents d'énergie E كتساوي h ni. نشوفوا بلاتي نشوفوا الشكل ها هو ها عندك السي ها هو الفوتون جاي هنايا ها جاي هنا كاين الالكترون فاش غادي يضرب هاد الفوتون ها هو ها فاش غادي يضرب الالكترون الفوتون غادي ينحرف غادي يمشي لهاد غادي يمشي في هاد الملحه وكذلك الالكترون كان زاكي غادي يتحرك في هاد الملحه زيد السي هاد الفوتون ملي كان جاي راه كان جاي بواحد لينيرجي او كتساوي اش نو اون بورتون افيك لوي ان سيرتان انرجي سينيتيك تي اي امبولسيون بي ان طوندي كو لو فوتون ديفيي بار لو شوك كونتيني سا كورس افيك لينيرجي ريستونت كي ريزولت دو لا لوا دو كونسيرفاسيون دو لينيرجي نشرحو دابا الفوتون جاي هنا بواحد لينيرجي او كتساوي اش ني جاي ملي غيضرب لنا الالكترون غادي ينحرف في هذا الملحه والفوتون غادي يمشي في هذا الملحه
الى جينا ندويو على لا كونسيرفاسيون دو لينيرجي، هنا لينيرجي هنا لينيرجي راه كتنحافظ. ملي سي هاد الالكترون هاو هاد الفوتون ضرب ليا الالكترون، ضربو وتحرك داك الالكترون، يعني ان هاد الفوتون عطى الالكترون واحد لينيرجي سينيتيك، عطى واحد لينيرجي سينيتيك، دونك غيولي يتحرك ليا الالكترون بواحد لينيرجي سينيتيك. اذا هاد اش ني نقصات منها واحد لينيرجي، وداك الشيء اللي شاط هو هاد الشيء، هو اللي شاط ليه ديال لينيرجي هو هذا هو. وبما ان لينيرجي نقصات ديال هاد الفوتون، يعني ملي نقصات لينيرجي هاد الشيء اش كيعني؟ كيعني بان الفريكونس نقص، بما ان او كتساوي اش ني، يعني اش كونستانت ني نقصات، اذا غادي يتغير الفريكونس، غادي يتغير لامدا، اذا غيظهر عندي واحد اللون جديد. هذا هو التفسير ديال دوك الالوان الجداد اللي ظهروا لنا في لو سبيكتر. دابا